لو الحكاية فيها إن فيجو 15/12/2013 الكتاب ده عبارة عن أربع كتب دورية، 1، 2، 3، 4، وفي كتاب تكميلي. توصل للفرعية نمرة 1، نمرة 2 تم اجتماع السادة ورؤساء الفرعيات وعرض طرق وإجراء الانتخابات التي تبدأ في القرعة أولا، لأن إحنا عدد كل لجنة بيبقى 16 رئيس بقى 15. الاقتراح بيبقى على نصف الأعضاء ودول عددهم بيبقوا 8، يعني رئيس بقى ويبقى معه 7 واللي بيخرجوا في القرعة بيبقوا 8. بيتبادل الناس بالترشح بعد فترة، مدة القرعة بتبقى أسبوع، مدة فتح باب الترشح برضه لمدة أسبوع، الطعون بتبقى لمدة أسبوع، إعلان النتائج وتعليق الوشوش. حدد اليوم الخميس 13/2/2014 لعقد الجمعيات العمومية ابتداء من الساعة 9 الصبح. حسب القانون 79/69 بيكون هذا انعقاد الجمعية العمومية لمدة ساعتين. إذا اكتمل النصاب بمعنى 50% زائد 1 بيتم إجراء الانتخابات. يعني بناخد من 9 ل 11 جمعية عمومية. بتعتمد في الميزانيات وبتعتمد في الحساب الختامي إلى آخره. وبتعمل ببعض الأمور الخاصة بإنتاج النقابة. طبعاً على مستوى الجمهورية لم يكتمل النصاب تقريباً في حوالي نقول 272 لجنة. عندي لجنة وحيدة هي اكتمل فيها النصاب وهي لجنة رشيد تبع محافظة البحيرة. عندنا 42 لجنة فازت بالتزكية. معنى فازت بالتزكية يعني يتقدموا 8 على قد العدد المطلوب وبالتالي فازوا بالتزكية ويسكنوا في المقاعد. اللجان النقابية نعم 42. اللجان النقابية عندنا تبقى نوعيتها كالآتي: ابتدائي، إعدادي وثانوي، كبر مع بعض، وصلنا تعليم عام، تعليم فني، وبعدين إشراف، إشراف معنى الوظائف القيادية الإدارية اللي هي المواجهة اللي هي مدير إدارة إلى آخره، ويبقى في جامعة، جامعة كلية التربية اللي هي حلق محل مدارس المعلمين والمعلمين. المدة تبقى 2 سنين بتبقى تجديد نصف الزمن. في حالة عدم اكتمال النصاب بتؤجل لمدة 2 أسبوع. يعني هتبقى إن شاء الله الخميس 27/2/2014 برضه بنفس الطريقة بس تنعكس بالثلث. يعني يتم انعقاد الجمعية العمومية بثلث الأعضاء وده كافي. الجمعية العمومية طبعا بعدها بيتم الانتخابات بأي عدد طالما لما لأي سبب من الأسباب ما كانش التالت خلاص الانتخابات بتبقى منفصلة عن الجمعية العمومية وغير التوضيح بأقصى. هنوزع على حضراتكم إن شاء الله الكتب الدورية اللي صدرت في هذا المعهد من 1 من 2. في نفس السياق احنا بنوعد للتجديد النصفي للفرعية عددها 53 فرعية على مستوى الجمهورية. القاهرة والجيزة بيستأثروا بحوالي 18 فرعية، مش حوالي لا مؤكد 18. عن قانون يعني صحة تأخير بمعنى أدق يعني بعض من ليس لهم سلطة على النقابة، لأن لما نرجع للمادة 76/77 للدستور القائم بيمنع حل مجالس النقابات فرض الحراسة عليها إلا بحكم. نمرة 2 ليس لأي جهة إدارية التدخل في شؤون النقابة، ولما أقول جهة إدارية معناها لا المحافظ ولا وكيل الوزراء ولا الوزارة نفسها تتدخل في شؤون النقابة. في مدارس وإدارات متعاونة جدا وتؤدي أعمالها على أكمل وجه. في بعض نقول المشاكل كانت بعض المحافظات كلها يعني تقريبا كلها كانت اسكندريه الشرقيه الفيوم المنيا. دول طبعا حسب محافظ الفيوم يعني عمل لجنه والى اخره، طبعا ده اجراء باطل وتم الاستشكال عليه وتم الطعن على قرار المحافظ لانه غير قانوني غير دستوري. اسكندريه برضه نفس الكلام تم، الشرقيه نفس الكلام حضرتك بتحضر صور ولا حاجه بيدور على احد ما يكون بما يليق بكرامة المعلم. تم الانتهاء من نادي اسكندرية في رشدي وأداء المصايف الحمد لله وراح حاجات كثيرة، وبعض المحافظات عملت حج وعمرة
وان قام جاري اعداد هنا اعداد عمل جمعيه للحج والعمره. الاكثر او الاهم من ذلك ان القريه العامه فتحت مركز للتطوير المهني او التنميه المهنيه المستدامه على احدث ما يكون بعض محاوله الظروف الشرف والعمل. خلص الشكر والتقدير، مش عايز اطول عليكم، وعلى لازم كنا اتاخرنا عليكم، شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله. اجابه بقى. طيب معلش هكمل بس اجابه، هل من المعقول ان في لجنه ما يتقدملهاش او يتقدم ليها اقل من 8 اعضاء؟ يعني بيبقى كل المعلمين في لجان ما يتقدملهاش اقل؟ اتفضل. في بعض اللجان ما يتقدم الا 5 على فكره من 8. ماشي ما هو ماشي حتى لو لجنه اي مكان مع اي مكان تجاريه. المهم ان هي حريه شخصيه مقفوله للجميع، واحد عايز يترشح والتاني مش عاوز، مفيش مشكله. لما قلت بالتزكية بمعنى ان لم يتقدم احد، يعني تقدموا على قد الاماكن الشاغره. والتسكين مره ثانيه برضه من باب العلم بالشيء، التسكين بيتم على نوعيه بلد ذكرتها، ويتم بعد ذلك على اكثر واقل، بمعنى اقل من 15 سنه خدمه او اكثر من 15 سنه خدمه. واللي عنده اي حاجه مستند رسمي يتقدم به لاي جهه، النقابه العامه او اي جهه قضائيه كانت هناك. احنا بنطبق الشفافيه والصدق والنزاهه، ولا يشل من يقع ومن لا يقع. مرحبا بمن ياتي في الصندوق وهي امانه، من استطاع حملها اعانه الله، والذي لا يستطيع عافاه الله. محمد ديني الجمهوريه. محمد ديني الجمهوريه، انا مستفسر بالنسبه للمحافظات الشرقيه او الفيوم، يقال ان المحافظين شكلوا الجهاز 3 مقرات، ازاي الانتخابات تمت يعني المعلمين كان في سنه؟ هل يعني كان مقرر ان انا فرعيه هناك في المحافظه ولا كانت ايه بالظبط؟ لا لا لا، هو طبعا يعني المدارس اللي تعاونت زي ما قلت اهلا بيها والكفالات تعاونت بشكل كبير، اللي ما تعاونش انا كانت قطاعات عادي يعني حد المعلومه معاك قطاع لجنه نقابيه يتم فيها تجمع الناس في مكان متاح، في فرعيات متاحه اصلا. يعني اذا كان حصل مثلا يعني شبه احتلال وده خطا يسير اربط بمعلمي مصر هل يمتلكون او يقتربوا منه اللي هو احتلال قلب شرق اسكندريه او المحله او البلد. اما هذا خطا مرفوض مقبول لا يليق بمعلمي مصر الذين يعني هم تعتبروا قاده القمه وقاده الفكر في اي مجتمع منهم. والانتخابات تمت في الاماكن دي يا فندم؟ انا قلت لك الانتخابات النهارده جمعيه عموميه في الاخر الاعم لم تتم على مستوى الجمهوريه على لجنه واحده اللي هي رشيد. وبالتالي كده جت المحاضر من ساده المستشارين ان حصل كذا، حصل اجتماع لم يكتمل النصاب، لان مده الاجتماع تقريبا ساعتين، ثمن النصاب قبل الانتخابات لم يكتمل تؤجل اسبوعين. معنى الانتخابات وعليك خير 27 فبراير القادم ان شاء الله في 272. شكرا. دائما في المؤتمرات الصحفيه دائما تسال، انا هغير بس الاتجاه شويه واسالكم انا سؤال. مين فيكم ارى ما يخص النقابات المهنيه في الدستور وفي وارى قانون النقابات المهنيه او النقابه المهنيه التعليميه؟ محدش ارى. لا كلنا قانون خط القانون القانون والدستور القانون الخاص باللائحه طيب عشان الناس حد يعني دقيقتين بس صغيرين كده. الدستور طبعا 2014 في مادتين بيتكلموا، 2013 بيتكلم عن ازاي تنظيم النقابات المهنيه كلها مش نقابه المحامين بس، ومنها زي ما اشار الدكتور محمد بيقول ان لا ليس هناك اي سلطه اداريه على النقابات كلها. نقابه المعلمين الخاصه بنظامها القانوني وهو النظام عندنا هرمي. يعني ايه هرمي؟ يعني يبدا بقاعده من جموع المعلمين تسمى اللجان، بعد كده يطلع اللجان دي تشكل على مستوى المحافظه فرعيه، الفرعيه تشكل على مستوى الجمهوريه نقابه عامه. وبالتالي انتخاباتنا هرميه. القانون بتاعنا بينظم هذا العمل الهرمي اللي احنا بدانا بيه. القانون ايضا بيقول بعد كل بعد سنتين يتم حاجه اسمها تجديد نصفي، يعني الناس اللي هم على مستوى اللجان 16 واحد، على مستوى الفرعيه 31،
على مستوى الجمهورية 41 اللي هو مجلس إدارة النقابة. كل مستوى من دول بيتم كل سنتين تجديد مستشفى، واللي احنا فيه موجودين دلوقتي. اللي احنا موجودين أولا الرجال، حتى القانون بيحدد التوقيتات. يعني في شهر فبراير يبقى على مستوى الرجال، في شهر مارس على مستوى الفرعيات، في شهر مايو أو إبريل على مستوى الجمهورية. وبالتالي فاحنا محددين. وبعض التجاوزات اللي حصلت مخالفة للدستور في مادته 76 77 ومخالف لقانون النقابة اللي صدر بيه اللي صدر بتنظيم هذا القانون. وبالتالي فاحنا النقابة العامة للمعلمين ليس لأي جهة إدارية، وزير، محافظ، وزير أو محافظ أو وكيل وزارة، أي سلطة إدارية يعني لا تملك هذا. طبعا في بعض المحاكم أصدرت يمكن أمس صدر قرار محكمة المستشفى العليا بعدم الإخصاص لأي قضية يتم فيها رفع قضية على المحكمة الإدارية العليا، صدر بها أمس قرار بعدم الإختصاص، والنهاردة اليوم أيضا صدر قرار المحكمة الإدارية. وبالتالي فالقانون عشان بعض الناس بيتصور بقى إن سلطتها التنفيذية تستطيع أن تأخذ أي قرار ضد النقابة العامة للمعلمين. وأنا بقول للمعلمين لأن كل نقابة يعني الصيادلة تختلف، المهندسين تختلف، كل نقابة لها قانون. وطبعا الدستور بينظم القوانين دي كلها. وبالتالي حابب أوضح فكرة عن قانون نقابة المعلمين إنه مسلسل هرمي وليس مسلسل عام. شكرا.